المغرب لم يوفق اليوم في تحقيق نقاط المباراة للخروج من المنطقة الحمراء، وواجه خصم عنيد اسمه جمعية الشرف الذي جاء هو الآخر من أجل نقاط المباراة. أول محاولة كان وراها اللاعب الحمري في هذه التسديدة التي لم تشكل خطرا على الحارس الصالحي. بولعينين من جانب جمعية الخروب دائما في هذه التسديدة التي كانت بعيدة كل البعد عن مرمى الزوار. نفس اللاعب بولعينين يخطئ التصويب هنا. المرحلة الثانية جمعية الخروب يواصل الضغط على مرمى الصالحي. جاهل هنا وجها لوجه والمدافع العماني ينقذ مرماه. نلعب بالدقيقة 86 جاهل من كرة ثابتة. صالحي يتصدى وديب في المكان المناسب يتمكن من فتح مجال التهديف، وفرحة كبيرة لدى عناصر وأنصار الجمعية، وهي الفرحة التي لم تدم طويلا. ففي الوقت بدل الضائع عمل هجومي للزوار ينتهي بهدف التعادل أمضاه اللاعب بوتيب. لينتهي اللقاء على نتيجة التعادل التي لا تخدم الفريقين.